السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال طيبين شباب؟ شباب في هذا المقطع إن شاء الله راحين نعمل حل لموضوع لعبة جرانديزر. طبعا أنا أتكلم عن نسخة البي سي. طبعا لما أنا جيت ألعب أول مرة اللعبة، أوكي، طبعا أريدها طبعا بالعربي، الترجمة والصوت يكون كل شيء بالعربي، ولكن لما تبدأ لعبة جديدة للأسف الشديد ويش ما يكون هذا الشيء متوفر. خلونا الحين نحن نجرب. لما تلعب اللعبة أول مرة باللغة العربية، أوكي، يظهر لك فقط ترجمة تحت كتابية، ترجمة كتابية، أما ترجمة صوت ما في. شوف على هذا سبيل المثال، الحين نحن بدينا العرض الأول بدون صوت، أوكي. مو هنا المشكلة، بعد المشكلة الأكبر من هذا أنه لما تدخل داخل اللعبة تلعب، التحكم راح يكون ناقص، وكذلك الترجمة، أصلا هذه الترجمة الكتابية راح تتوقف. الحين الهدف إيش؟ الهدف إنه نحنا رايحين نشغل اللعبة مبدئيا باللغة العربية عشان نشوف هذا المشاهد، إنه ما في فايدة، ما نقدر نلعب اللعبة. حلو، الحين راح ندخل داخل اللعبة. هذا طبعا المشهد السينمائي الأولي، المشهد شغال، ولكن للأسف الشديد اللعبة إيش؟ اللعبة ما راح، ما في يعني صوت عربي، كذلك ما في أي لغة صوت، فقط الموسيقى والكلام هذا. المهم الحين يقول لك انطلق، أنت مجرد ما تنطلق تبدأ تنطلق تلعب، تبدأ تلعب اللعبة. جرانديزر طبعا يبدأ يمشي، شوف يمشي فقط وما يقدر يركض، حتى شوف الترجمة، شكلت الترجمة صارت متداخلة وخلاص، هنا حدها وقفت بدون اي فايده. اوكي، الحين هو المفروض هنا يقول لك انك كويس تضرب البوكسات عشان تكسر هذه الحجاره. المهم الحين ما في فايده من هذا كل اللي قاعد انا اسويه. اوكي، الحين بنروح على الحركه الثانيه عشان نحل هذه المشكله. اوكي شباب، خلينا نكمل. الحين خيارات، ندخل خيارات، بعد الخيارات نروح عام، بعد عام نروح لغه، خليها اللغة الإنجليزية. حلو حلو، أنا طبعا بحطها هذه اللغة وش إنجليزية كذلك. بعدها نروح على ريسيم اللي هو متابعة، طبعا تغيرت هذه اللغة بالكامل. Up there, far away in space, is the planet Fleed. It's a technologically advanced planet. These people have overcome the hardships of life to live in peace and harmony with nature. بالعربي ما كان في صوت. كذلك اللي هي موضوع الترجمة كان في مشاكل. The heiress of the mighty Vega. Where are you, my prince? I believe I'm in the heart of this sanctuary. Make haste, your highness. بالإنجليزي، الكلام والترجمة تحت بالإنجليزي. My way is blocked by rocks. Have you forgotten? بالعربي كان تدخل في مشكلة. الحين تقولي وش؟ استخدم الأقماص عشان تكسر. شوف كسرت خلاص. الحين جرانديزر صار طليق وبدون أي مشكلة. كنا لما كنا نحن باللغة العربية كان ما في فايدة. خلاص انا هنا راح اوقف، راح اغير اللغة العربية. نروح اوبشن جنرال، نحطه عربي، والترجمة عربي. اوكي، نطلع نروح متابعة. اعماق الفضاء الشاسع يقع كوكب فليد. شوف الحين شغال عربي. استطاع سكان هذا الكوكب المتقدم تقنيا التغلب على مصاعب الحياة للعيش في سلام ووئام مع الطبيعة، وفي اليوم الذي سيخلد احتفل كوكب فليد بزواج أميره الشاب جوق فليد من رو... اوكي الحين انا العب لعبة جرانديزر بشكل طبيعي، والحين نلعب جرانديزر. أين انت يا سيدي الامير؟ نختم اللعبة على في قلب الملاذ. بسرعة يا صاحب السمو، الحرب وشيكا. تعجبني الترجمة صراحة. الصخور تسد طريقي. هل نسيت قبضتي جرانديزر الاسطوريتين؟
لا مواجهة لهما ولا مقاومة لسطوتهما. عجبني لما يتفاخر بالقبضة. ضحت صحة الأسطورة. قبضة جرون ليزر الأسطورية. حين سريع. ما زال النصر ممكنا. لن يوقظ الشاب الذي علمته بنفسي جرين ليزر دون جدول أبدا. حبيت أوريكم هذه الحركة. ماذا تنوي يا صاحب السمو؟ الحين شكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسى تعطينا لايك وكذلك نشر المقطع عشان ننتشر هذا المقطع مع أصحابك ويستفيدوا منه. طبعا هذه فقط لنسخة البي سي. حياكم الله.